بعدين بقى كل الوزارات تشترك بقى. وزاره الدفاع حاليا بتشترك، اكتر وزاره عامله جهد في افريقيا النهارده وزاره الدفاع. طلبه بيجوا يتدربوا عندنا، برضو ساعات سلاح، ساعات ملابس، ساعات نقف معاهم في تدريبات مشتركه. عندنا وزاره الزراعه لازم نبدا نتكلم معاها، ولازم تبقى خبراء ننمي الزراعه هناك. يا راجل احنا النهارده بنجيب اسمه ده اللحمه من الارجنتين والبرازيل ليه؟ ما عندك الدول الافريقيه مليانه اهي، اوغندا وكينيا، كل الناس دي كل كلها صح. ابعت الوزير بتاعك، يا وزير صناعه يا اما وزير زراعه ولا تجاره، اعمل ان هناك مجزر كامل، خد اللحمه اذبح وضب وهات، وعندك الطريق البري شغال النهارده، ويبقى انت عليك ضغط اقتصادي على الناس دي.